Berikut ini adalah doa ketika melahirkan. Doa ini dibaca oleh ibu yang sedang melahirkan atau oleh orang yang ada di sekitar ibu tersebut yang mendampinginya melahirkan. Diharapkan agar proses persalinannya berjalan dengan lancar. Hanah waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa, اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنة ولدت مريم ومريم ولدت عيسى، <تصفيق> 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 اخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. ﴿حَنَهْ وَلَدَتْ مَرْيَمْ، وَمَرْيَمْ وَلَدَتْ عِيسَى، أُخْرُجْ أَيُّهَا الْمَوْلُودُ بِقُدرة الملك المعبود. ﴿حَنَهْ وَلَدَتْ مَرْيَمْ، وَمَرْيَمْ وَلَدَتْ عِيسَى، أُخْرُجْ أَيُّهَا الْمَوْلُودُ بِقُدرة الملك المعبود.